أنا جاسم الأسدي، ولدت هنا في قلب الأهوار الوسطى على ظهر زورق ذات يوم من خمسينات القرن الماضي. والجوازير أقاتل من أجل أولئك الذين يعيشون هنا، والذي بكل تأكيد تعرفونهم جيدا إنهم سكان العراق الأصليين. هذا حطام الأهوار، هذا ما تبقى من أهوار جنوب العراق، حشائش وقصب يابس ذوى كل شيء، فلم تعود هذه المنطقة. Pollution, water, and the salinity of water, it is higher, and because this reason, he bring the water close the Euphrates to their buffaloes. In previous years, we have 70 buffalo. Now only we have 20 buffalo. Some of them is die, and some of them we sell it. نقص المياه يتأثر تأثير مباشر على حياة الإنسان هنا بالريف، لأنه هو يعتمد بحياته الأساسية هو على الماء. قلت لك إحنا لا تجار ولا موظفين ولا عندنا معامل نعيش عليها، فهاي معيشة آبائنا وأجدادنا من وجدنا بهذه الحياة.